أخبرنا ترجمان الأزل في مشهده المنزه عن العلل إن صفات الله الأسنى وأسمائه الحسنى تقابلت في معاني الكمالات لإظهار حقائق الذات، وأظهرت كل صفة ما يخصها من الجمال والجلال، وأبرز كل اسم ما يقتضي معناه من الكمال، وبقيت الذات الإلهية على ما هي عليه من البطون على حقيقة الكنزية في الكمون. فاجتمعت حقائق تلك الأسماء والصفات حيث لا أين في مشهد معنوي للذات، يقول كل منهما: إنا وإن أظهرنا هذا الكمال وأبرزنا هذا الجمال والجلال، فإنما أخبرنا عن قطرة من بحر، وحدثنا عن ذرة في قفر، وهيهات هيهات أين منا ما حوته الذات؟ فكيف السبيل إلى ظهور الشؤون الإلهية الذاتية المتعالية عن الحقائق الأسمائية والصفاتية؟ فحينئذ برزت إشارة كنهية بعبارة منهية: إني قد اختلست من ذاتي نسخة جامعة لأسمائي وصفاتي بمزيد حقائق الكون الذي لا يعبر عنه، وأبرز فيه بروزا هو عين الكمون، وأظهر فيه ظهورا هو عين البطون، متصورا بصورة بديعة متنزلا في مشاهد الرفيعة، تكون تلك الصورة مظهرا لشأنكم البديع، وتستأثر في نفسها بما لها في قدسها من كنه لا يعرف وحقيقة لا تدرك ولا توصف، فتكون نسبة ذلك المظهر الأكمل والمجل الأعز الأفضل إلى مظاهركم العظيمة ومجاليكم الكريمة نسبة الذات إلى الصفات، ليكمل به ثنائي على علائي. فشققت من الحمد اسمها إذ كان ذلك رسمها، فسميته محمدا وأحمدا ومحمودا، وجعلته عابدا ومعبودا، ومن ثم جعلت لواء الحمد لواءه والوسيلة العظمى مستواه، فالأنبياء والأولياء صلوات الله عليهم مظاهر الأسماء والصفات، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو مظهر الذات، ولذلك كان هو الختام لمقام الإجلال والإكرام عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. واعلم وفقك الله وإيانا ولا أخلانا من أنسه ولا أخلاك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو واسطة الله بينه وبين عباده، وإلى ذلك أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: أنا من الله والمؤمنون مني. قد شهدته الأنبياء والمرسلون صلوات الله عليه وعليهم قبل ظهوره بأنه صاحب كمالاتهم في ترقياتهم، وعلموا علو شأنه عليهم في عظيم مكاناتهم، واستمد الجميع به في ذواتهم إلى ذلك الإشارة في إمامته بهم فوق السماوات، فهو إمام الأنبياء وقدوة الأولياء صورة ومعنى صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. واعلم أنه صلى الله عليه وسلم
لما تنزل من الحضرة الأحدية على الحضرة الواحدية ظهر فيها بحقائق الأسماء الحسنى والصفات العليا، فتعشقت به الحضرة الكمالية تعشق الاسم بالمسمى والصفة بالموصوف، فكل معنى من معاني تلك الكمالات لا تشير بحقيقتها إلا إليه، فلو تحقق أحد بكمال من تلك الكمالات المشار إليها كان عطفا عليه لديها. وتقرير هذا الكلام إنه لو تحقق مثلا 1000 نبي أو ولي كامل بالحقيقة النورية حتى صار كل واحد منهم نورا مطلقا، ثم أطلقت اسمه النور، لم يقع هذا الاسم إلا عليه، ولم تسبق هذه الصفة إلا إليه. ولهذا سماه الله تعالى في كتابه العزيز بالنور دون غيره. وسر ذلك أن الأنبياء إنما تحققوا بهذه الصفة، وهو صلى الله عليه وسلم حقيقة هذه الصفة. وكم بين حقيقة الشيء إلى من تحقق به. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أول ما تنزل من حضرة الواحدية إلى حضرة الألوهية تلقته منها الحضرة العلمية، فتشكل بصورة تلك الحضرة العلمية. ولهذا لما تنزل إلى الوجود الكوني كان هو صلى الله عليه وسلم صورة القلم المسمى بالعقل الأول. ولهذا ورد أن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى خلق العقل، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله سبحانه وتعالى خلق القلم. وورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: أول ما خلق الله روح نبيك يا جابر. فعلم بذلك اتحاد هذه المعاني الثلاثة، وأن اختلافها إنما هو من جهة التعبير، فكان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أول موجود خلقه الله تعالى بلا واسطة، وهذه الروح المحمدية المسماة بالعقل هي مظهر الذات في الوجود، فافهم. كذلك قال الشيخ الأكبر في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الدرة البيضاء والياقوتة الحمراء. فأراد بالدرة البيضاء الحقيقة المحمدية، وبالياقوتة الحمراء العالم كله، فكان هو القبضة الأحمدية والحقيقة النورانية المحمدية واللطيفة الربانية والياقوتة الفريدة الشعشعانية والدرة المشرقة البيضاء والجوهرة العظيمة الفيحاء التي هي أول مخلوق وأكرمه وأجله وأشرفه وأعظمه، لا يعلم قدر عظمها إلا الله، ولا يدري ما حوته من الكمالات إلا جنابه. أما النور الشعاعي الوجودي المفاض المنبسط على كل الكائنات الذي هو نور مطلع جميع المخلوقات بالنسبة إلى هذا التجلي الأول الوجودي الذي هو نوره صلى الله عليه وسلم كلمعة خفيفة وبارقة حفيفة، كما أن النوراني
بالنسبة إلى الكون كلمعة من جنابه شارقة، وقد خلقه سبحانه على صورته، وأودعه كل عوالمه وخليقته، وخلق كل حقيقة فيه من حقيقة من حقائق أسمائه وصفاته، وخلقه هو من نفسه وذاته، وجعله واسطة بينه وبين جميع الموجودات في الإيجاد والإمداد وجميع المطلوبات، يقابل كل حقيقة من حقائق الوجود برقيقة من الرقائق التي أمده بها المعبود، وجعل له سبحانه وتعالى نسبتين، لأنه مخلوق منه، وذاته تعالى جامعة للضدين، إحداهما نسبة الجمال والنور، ومنها خلقت الأرواح المهيمة وجميع الملائكة المعظمة ومن ضاهاهم، بل والأرواح كلها والأجسام النورانية التي لا ظلمة فيها. أما الثانية فهي نسبة الجلال والظلام والضلال، ومنها خلقت الأجسام الظلمانية كإبليس وأتباعه من الشياطين وسائر الأجسام الكثيفة والجحيم ودركاتها، كما أن الجنة والنار وجميع درجاتها خلقت من النسبة الأولى وهي النورانية، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان أول موجود وأفضل كل مشهود انصب فيه بحكم محبة الحق إياه جميع ما أراد تعالى إبرازه للوجود من الجواهر والأعراض والمنح والمواهب وجميع آثار الكرم والمجد وجميع آثار السطوة والقهر، فجمع سبحانه وتعالى فيه جميع ما ذكر إجمالا وتفصيلا، ثم جعله منبعا وعنصرا لجميع ما يصل إلى الأكوان من جميع ما ذكر جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، ومن المحال بحكم المشيئة الإلهية أن يبرز شيء في الوجود جوهرا كان أو عرضا أو غيرهما مما دق أو جل خارجا عنه صلى الله عليه وسلم. وقال الجيلي في كتاب الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم ما نصه: الحقيقة المحمدية خلق العالم بأسره منها، لما ورد في حديث جابر أن الله تعالى خلق روح النبي صلى الله عليه وسلم من ذاته، وخلق العالم بأسره من روح محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما ذكر عنه أن للحق تعالى تنزيلين: تنزلا أوليا وهو تنزل وجود الذوات، وهو المقتضي لوجود الخلق عموما، وتنزلا ثانويا وهو تنزله بفيض الرحمة الإلهية المسمات بالنفس الرحماني ما نصه. وهذا التنزل الثاني والتنزل الأول كلاهما مجموعان في الحقيقة المحمدية، فإنها أول موجود أنشأه الله من حضرة العماء الرباني، وأوجدها سبحانه وتعالى مشتملة على جميع ذوات الوجود من الأزل إلى الأبد، والوجود كله منتسل منها. فكما أن آدم عليه السلام وجوده مشتمل على وجود ذريته إلى قيام الساعة، فما في الوجود آدمي خارج عنه، كذلك ما في الوجود ذرة موجودة من الأزل إلى الأبد
خارجة عن الحقيقة المحمدية، إذ هو الأب الأول للوجود كله. فهذا هو التنزل الأول، وهو تنزل وجود الذوات. وكان التنزل الثاني الذي هو فيض الرحمة الإلهية الذي اقتضاه النفس الرحماني مجموعا أيضا في الحقيقة المحمدية. فما في الوجود رحمة تصعد أو تنزل مما عم أو خص إلا وهي نقطة من فيض بحر الحقيقة المحمدية. فكما أنه صلى الله عليه وسلم هو السبب في إيجاد الخلق، أيضا هو السبب في إمدادهم بالرحمة الإلهية. فيشار للتنزل الأول الذي هو وجود الذوات بقوله سبحانه: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فهو أول موجود عبد الله لكونه لم يتقدمه أحد في الوجود، إذ أنه أول العابدين للرحمن. ويشار للتنزل الثاني الذي هو النفس الرحماني بقوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد سمي هذا العقل الأعظم بأسماء كثيرة معظمة شهيرة باعتبار أوصافه القديمة وتنوع ملابسه الفخيمة واختلاف وجوهه وحالاته وتعدد مظاهره واعتباراته. فمن أسمائه باعتبار النورانية، وهو أعظم مظاهره كما يأتي: العقل الأول، لأنه أول من عقل عن الله أمره بقوله كن، وأول من عقل عنه من علمه من العلوم، وأول عالم بالتدوين والتسطير. وفي لطائف العلوم في العقل الأول أنه أول جوهر قبل الوجود من ربه، ولهذا يسمى بالعقل الأول، لأنه أول من عقل عن ربه وقبل فيض وجوده. وفي الفتوحات أيضا ما نصه: أول ما خلق الله سبحانه وتعالى العقل وهو القلم، فهو أول مفعول إبداعي ظهر عن الله تعالى. وكل خلق على غير مثال فهو مبدع وخالقه مبدعه. وفيها أيضا ما نصه: لما خلق الله الملائكة وهي العقول المخلوقة من العماء، وكان القلم الإلهي أول مخلوق منها اصطفاه الله وقدمه وولاه على ديوان إيجاد العالم كله، وقلده النظر في مصالحه، وجعل ذلك عبادة تكليفه التي تقربه من الله، فما له نظر إلا في ذلك، وجعله بسيطا حتى لا يغفل ولا ينام ولا ينسى. فهو أحفظ الموجودات المحدثة وأضبطها لما علمه الله من ضروب العلوم، وقد كتبها كلها مسطرة في اللوح المحفوظ عن التبديل والتحريف. ثم خلق الله سبحانه وتعالى بواسطة الروح المحمدية المسماة بالعقل الأول، خلق عقلا كليا هو مظهر الصفات، سماه بالعرش، وهو الذي تسميه الحكماء بالعقل الثاني. وهذا العقل الكلي هو حقيقة روح كل نبي وولي كامل، لأنه الظهور الكمالي بالمعنى الأسمائي والنعت الصفاتي، إذ عرشه العظيم عبارة عن الحقيقة الرحمانية التي هي المستوية على العرش
المحيط بالعالم المخلوق في نهاية العالم الكوني. فالحقيقة الرحمانية المعبر عنها بالعرش العظيم والمظهر الكمالي هو عين الأسماء والصفات الإلهية المحيطة بالوجود أعلاه وأسفله. وهذه الحقيقة لما وسعت كل شيء بالرحمة لقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وسع مجلاها المسمى بالعرش المحيط كل العالم الكوني. ولهذا كان العرش منتهى مقام كل نبي مرسل أو ملك مقرب، ولم يصل فوق العرش أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم وحده كما تواترت الأخبار به. وسر هذا الأمر كما ذكر هنا إنما هو لعلو محتده صلى الله عليه وسلم، إذ هو حقيقة النور الذاتي، والأنبياء من حقيقة النور الصفاتي، والذات من وراء الصفات، فاعلم ذلك وتنبه. ثم إن الله خلق بواسطة هذا العقل الثاني المسمى بالعقل الكلي عقلا ثالثا هو مظهر الأفعال، وسماه بالكرسي، فهو مظهر الأسماء الفعلية. ومن ثم ورد إن قدمي الحق متدليتان على الكرسي، وإنما ذلك عبارة عن أمره ونهيه. وهذه النفس الكلية هي محتد سائر النفوس الناطقة، فظاهرها الكرسي الأعلى وباطنها اللوح المحفوظ، وهو النفس الموجودة من هذا العقل، واسمها كما سيأتي ذكره النفس الكلية. ولهذا لم يجد أحد من المخلوقات نسخة العالم كله في نفسه إلا الإنسان، لأن اللوح المحفوظ فيه علم كل ما كان أو ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالإنسان يجد ذلك جميعه، من حيث إن باطن حقيقته هو المسمات بالنفس الكلية وهي اللوح المحفوظ، ويؤمر بالعمل الصالح وينهى عن العمل الفاسد، لأن حقيقته المسمى بالنفس الكلية هي مظهر الأمر والنهي المعبر عنها بالكرسي وهو العقل الثالث. ولهذا لا ينعم النعيم الدائم ولا يعذب العذاب المقيم سواه. وسر ذلك أن الأسماء الفعلية لا ينقطع ظهور أثرها أبدا، فلهذا اختصت آثارها بالبشر دون كل مخلوق، وما ثم من يشاركه من المخلوقات في بعض وصفه إلا الملك والشياطين. فالملك نور محض يشاركونه في نعيم القرب دون نقمة البعد، والشياطين ظلمة محضة يشاركونه في نقمة البعد دون نعيم القرب، لأن مرتبة الجمع المسمى بالكرسي الذي هو محل تدلي القدمين إنما هو محتد الإنسان وحده. فافهم. ثم إن الله تعالى خلق بواسطة هذا العقل الثالث عقلا رابعا هو روح السماء السابعة، وخلق بواسطة الرابع عقلا خامسا هو روح السماء السادسة، وخلق بواسطة هذا العقل عقلا سادسا هو روح السماء الخامسة، وخلق بواسطة السادس عقلا سابعا هو روح السماء الرابعة، وخلق بواسطة السابع عقلا ثامنا
هو روح السماء الثالثة، وخلق بواسطة الثامن عقلا تاسعا هو روح السماء الثانية، وخلق بواسطة التاسع عقلا عاشرا هو روح السماء الأولى سماء الدنيا، ويسمى هذا العقل بالعقل الفعال. جعل الله سبحانه تدبير العالم الأرضي معروفا بقدرته تعالى إلى هذا العقل، كما جعل تدبير الجسم الحيواني معروفا على الروح. والروح اختلف العلماء هل يجوز الخوض فيها أم لا، فذهب قوم إلى أن الإمساك عنها أولى، وذهب آخرون إلى الكلام فيها، والمتكلمون فيها اختلفوا هل هي عرض أو جرم لطيف يحل بالأجرام كحلول الماء في العود الأخضر. والحكماء يقولون هي اللطيفة المدبرة للجسد حيوانا كان أو غيره، ثم أوجد بواسطة هذا العقل الفعال الأركان الأربعة، فأول مخلوق منها هو النار، ثم الهواء، ثم الماء، ثم التراب. وتم التدبير بهذه الأربعة مع واسطة العقل الفعال بأمر الله وإرادته وقدرته على حسب ما جرى به القلم الأعلى في اللوح المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا من جهة من الجهات. وهذه الأربعة أركان المذكورة هي التي سماها الله سبحانه وتعالى بالأيام بقوله، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه.